السؤال: جاء في الحديث الصحيح وصف جبريل عليه السلام بالناموس، بينما يطلق لفظ الناموس في منطقتنا على البعوض، فهل في هذا الإطلاق محظور شرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمراد بالناموس لغة هو صاحب سر الإنسان، ويطلق على الجاسوس لأنه صاحب سر الشر. وإنما أراد في الحديث بالناموس الأكبر جبريل عليه السلام لأنه صاحب سر الملك سبحانه، فخصه الله تعالى بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره. قال ابن دريد: كل شيء سترت به شيئا فهو ناموس له. ويستعمل الناموس أيضا في المكر والخداع والتلبيس، لأنه يسترها ويخفيها. قلت: ولعل إطلاق تسمية الناموس على مكمن البعوض وأماكن استتاره فيه أولا ثم استعيرت فيه، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع الشريعة على الرابط التالي: الشريعة.com. هذا، وتقبلوا تحيات إخوانكم بشبكة الشريعة.